بس على ظهرها من فوق. نقول انه مشان ما بتدخل علينا مي، واقسم بالله لو انا نايمين برا اشرف احسن من الخيم هاي السفينه لانه مي. قوم الصبح على الحرامات وعلى اللحف مي، اولادنا على طول مسلقين من البرد، شقل فيها صوبه ماشي حالها. شو بدك تظل كل الليل مشقل صوبه؟ لا بتتحمل هواء ولا بتتحمل شيء، ومرقت علينا الشتوي يعني الجوادر تخيل، الجوادر المتغطى فيها الخيمة تخيل. هلا هاي الخيام لها 3 سنين، احنا بنتمنى نطلع من الخيام على اقل اعمار او نرجع بلادنا. هلا رجع بلادنا يعني لسه ما رجعنا، بس بنتمنى تتغير هاي الخيام، بنتمنى اعمار، بنتمنى حيطان وسقف.